ضحيين بزاف د الحوايج يعني هما ما كيضحيوش معانا باش تعيط للمكتب تقول له راه حنا كنسينيكم ما درتو معنا ثلاثه راه كنسينيكم تقولك لا حنا ما غنجيوش ولين اللي ما تلقاو حتى شي تحفيز لا معنوي لا مادي لا ما تيقولوش كش شكرا على حيت لعبتي معنا ولا ضحيتي ولا حطيتي الحمك ما عمر شي عضو من المكتب المسير لا بالرئاسه لا بالمكتب المسير كامل حضر لنا شي حصه ديالنا حنايا ديال لونطريمون هادي 8 شهور لولا السيد المدرب اللي كيقوم بزاف ديال المهام من التنصيح ولا قوه الا بالله حنا وصلنا لواحد النقطه اللي بلغت سيد الزوبه صافي ما بقيناش قادين من الاول ديال العام دابا ديال شي 8 شهور ما تلقينا حتى شي دفعه ماليه وكل ماتش كنربحوا يا رابحين كاع لي ماتش ديالنا كنساليو الماتش نهضروا معهم بريم شي قلت مازال ما خرجتش المنحه مازال ما خرجتش المنحه حيت نتسناو دابا جاي 8 شهور دابا كاع لي ماتش رابحين ما لقينا حتى شي بريم ديال شي ماتش ثاني نتسناو مازال ما حتى شي بريم دابا كما تعرفوا مؤخرا حنا القنيطره كامله عارفه ان النادي القنيطره الكره اليد حقق الصعود ما سمعنا منهم حتى شي شكرا ولا ديك المستحقات الماليه ديالنا كاع ما خدينا منهم حتى شي ريال جيت نسولوش قلت لا راه المجلس البلدي مازال ما عطانا حتى شي ريال مازال ما عندنا حتى شي ريال ولين اللي ما تلقاو حتى شي تحفيز لا معنوي لا مادي لا ما تيقولوش كش شكرا على حيت لعبتي معنا ولا ضحيتي ولا حطيتي الحمك وحنا دابا عندنا باراج جديده تيقولوا لك ست الناس بنغالو ما عمريش اول مره تيقولوا لك 30 درهم ديال الارجون دي بوست النهار 3 جور وانت في الجديده غتبقى ب 30 درهم النهار وتا باش يجيو عندنا دابا يهضروا معانا يقولوا لنا شنو كاين ما جاوش تيهضروا لنا في التليفون ما اصلا كانوا موعديننا بواحد الاجتماع ريني وكنا غنجمعوا اليوم اللعابه كاملين هما مجموعين ما جاوش خسروا عندنا ابيل هما ما جاوبوناش تنتسنى الناس ديال المدينه ديال المسؤولين والغيورين عليها يشوفوا لنا شي حل مع السيد بوعناني ولا السيد العامل ولا فهمتي حنا تنتسناو المسانده ديالكم حيت الا كانت المسانده ديالكم راه ما عندناش نمشيو نلعبوا فهمتيني يعني بلا ما نمشيو ولا ما كناش المساعدات لا معنويا لا ماديا واش نطلبوا من الناس قنيطره يعاونونا ويكونوا معنا في هذه التظاهره هذه ان شاء الله يكون الخير اول حاجه تنقدم الشكر للجماهير اللي جاو ساندتنا في اخر ماتش حيت بلا بها ما نقدروش نوصلوا ما كناش غنوصلوا لهذا الانجاز هذا وبحكم كما كيعرفوا قنيطريين كاملين والناس الغيورين على كره اليد القنيطريه غادي يلعبوا باراج في مدينه الجديده الناس ديال السبور عارفين باراج شنو هو يعني العوامل ولي كونديسيون اللي خصنا نمشيو فيها تواصلنا مع المكتب المسير على اساس اننا غادي نعقدوا اجتماع اليوم باش نناقشوا فيه بزاف المواضيع اللي سمعناها منهم هذه شي يومين يمكن خامس باراج غادي يلعب في حياتي عمري ما جلست في دي بانغالو عمري جلست ست ناس في شومبر وحده بزاف هضرنا قالوا لينا لارجون دو بوست اللي هو 30 درهم عاد التواصل معهم اللي منعدم لدرجه ان البليبار ديال اللعابه هنايا كنتحدى القنيطريين كاملين البليبار ديال اللعابه من هنايا مبلوكين من طرف الرئيس ما عمر شي عضو من المكتب المسير لا بالرئاسه لا بالمكتب المسير كامل حضر لنا شي حصه ديالنا حنايا ديال لونطريمون هذه 8 شهور لولا السيد المدرب اللي كيقوم بزاف ديال المهام من التنصيح التسيير ديال لونطريمون من التسيير ديال لي ماتشات كون حنا ما غاديش نوصلوا لهذه النقطه هذه انا مني شخصيا انا مبلوكيني انا 4 ايام وانا كنعيط ليه كنمر بضائقه ماليه مزير بزاف الكرا ديال الدار ديالي مازال ما خلصتوش كنصوني لهم بلوكيني سير واتساب وسير ابل نورمال ما بقى لينا والو بقات لينا 4 ايام الجمعه خصنا نمشيو نلعبوا الباراج بقات لينا 4 ايام غادي نمشيو نلعبوا الباراج مازال حتى شي واحد فينا ما واخد شي درهم من الاول العام من شهر 9 حتى واحد ما واخد شي درهم هنايا راه كاين واحد 80% اللي هما طلبه كاين منهم 30% اللي كيديبلاصاو كيجيو من برا القنيطره وكيعاودوا يرجعوا وكاين ديك 20% اللي باقا هما ارباب اسر ناس مجوجه ناس عندهم عائلات دونك لا حول ولا قوه الا بالله حنا وصلنا لواحد النقطه اللي بلغ السيل الزوبه صافي ما بقيناش قادين لدرجه اننا ما يمكنش لينا نديبلاصاو ونمشيو حتى جديده وجلسوا في هاد 3 ايام بهاد لي كونديسيون هذا وكما كتعرفوا دابا حنا غادي المباراه السد ان شاء الله اللي كان اللي غادي نحققوا فيها صعود القسم الوطني الاول اللي غيمثل مدينه القنيطره باكملها و كفريق ما موفرش ليه لي سيرفيت لي زيكيبمون حنا غادي للبراج وما عندناش كيت ماتش شكون حنايا غادي نمشيو جديده ما كنبانوش حتى شكون حنايا ما ايكيب ما
واش انت ايكيب غادي تلعب باراج ولا شنو انت؟ و كنتمنى مسؤولين المدينه يشوفوا في هذا النادي هذا ويساعدوا الدراري. غنعاود لكم بعدا فوقاش بدينا. سبع شهور قبل، يعني بدينا سبع شهور قبل ما تبدا البطوله. ترينينا في لاباز، ما خلينا فين ترينينا، ترينينا في الزنقه. عاد جينا دخلنا للقاع، ما بين من بين الحوايج اللي كانوا عندنا كانوا عندنا بزاف، هو اننا كنا حاصلين في لي سيونس دونطرينمون. يعني كانت عندنا جوج حصص، ما عندها ما دير لك، يعني الناس اللي رياضيين راه عارفين ايكيب جوج حصص راه ما كافيناش. عالجنا هذا المشكل حتى مؤخرا، يعني حتى قربنا نساليو موسم، كان عندنا مشكل في الترونسبور اللي كان كيردنا غير روتور، يعني ما كاينش الي، كاين غير روتور، بارفون ما كانش كيجي ولو تنقول لك درهم ما كايناش من عند المكتب المسير. يعني ما كاينش شي دعم لا مادي لا معنوي، باش نكونوا واضحين، لا مادي لا معنوي. اخر ماتش ما ربحنا باش طلعنا الماتش باراج، ما كاينش برافو الدراري شكرا سيبورتا والو، ما كاينش، يعني ما واحد المكتب اللي ما كيسيبورتيناش مره. ما يمكنش ان الدراري كيديبلاصاو، كاين اللي الدوله ساكنه في سيدي قاسم سيدي حيا، كاين الدراري اللي طالبه ما خداميش كما قالوا الدراري صحابي قبل، ولكن فاش غتجي انك دير معنا اجتماع وحنا غادي نهار تخيل معايا الجمعه، اليوم شنو اليوم الثلاث، الاربع خميس، يعني بقات يومين وحنا ما عارفينش راسنا فين غنمشيو فين غنباتوا، واش غيعطيونا شي حاجه ولا لا. يعني فاش درنا معاهم اجتماع على اساس اليوم كنعيطوا لهم تيقول لك حنايا راه حنا في حنا كنا في الرباط جايين، يعني شي حوايج ديالهم لا علاقه لنا حنا بهم، حنا كفرقه كايب خصنا نعرفوا شنو كاين. ضحيين بزاف الحوايج، يعني هما ما كيضحيوش معانا باش تعيط المكتب تقول له راه حنا كنسينكم، ما درتو معنا ثلاثه راه كنسينكم، كيقول لك لا حنا ما غنجيوش الا حتى الغدا، لا حنا خصنا نعرفوا شنو الشروط الاساسيه اللي غتوفر لك الراحه اللاعب باش يفيق غدا يلعب ثلاثه الماتشات، يلعبوا الجمعه وغنفيقوا يلعبوا السبت وغنفيقوا يلعبوا الاحد، ثلاثه الماتشات بكونديسيون اللي فحال هكا نول. وبالنسبه للناس اللي فريمون كيعاونونا ما كرهناش يبقاو، حقاش حنا ما كنعرفوا والو، كنبقاو حنا على ما استفهام، حنا بحال كنعرفوا غير القاعات ونخرجوا، ما كيو داك الناس ما تيوصلوا لنا والو. درس ان دابا الكيطمات مازال ما عندناش، يعني باش تكونوا واضحين، يعني ما عارفينش واش غيوجدوا واش ما غيوجدوش، قال داك الناس حنا وجدنا انا كنوجدوا لكم كيطمات، هو اللي طاي ما خداهمش، انا باش نعرف واش كنلبس، اجبري طاي ستاندارد جيني مزيره، يعني شي حوايج بساط اللي غيبانوا لكم نتوما بساط، ولكن راه تجي عند اللاعب تقول له عافاك عطيني واحد العب واحد كابيتان ديكيب، تقول له عافاك خويا جي عند جمع لي واحد ليست ديال لي طاي ديال الدراري، مرحبا غيجمع لك في دقيقه ولا جوج دقائق يقول لك نتوما تيتحاور حتى معاك، اجي وغاهضروا معانا قول لنا شنو كاين، واش كاين فلوس، واش فاش غنديبلاصاو فاش غنباتوا شحال غنعطيو ناجر، ما كاينش هذا الشيء مره، ويعني شنو حنا شنو واش على ما استفهام حنا ما خصناش نعرفوا. اولا تنشكر جريده الفجر لان مواكبانا ولان ما من بين الجرائد اللي عندها مصداقيه في المدينه ويمكن في المغرب كامل، شكرا للحضور ديالكم، ويمكن البلاي اوف لي ماتش بلاي اوف عندنا شنقول لك اربعه في لو جروب، كاينين ثلاثه لي جروب، خصك ضروري تربح فيهم واحد الماتش ولا جوج باش تضمن بصفه نهائيه الصعود للقسم الوطني الاول. يمكن الحمد لله ملي حضرتي معايا لهاد كما تنقولوا لهاد اللقطه، لان بصح من بدايه الموسم وحنا تنعانيو غير في المعدات الرياضيه، في الالبسه الرياضيه، في الاحذيه الرياضيه، لان الوليدات ما تيمتلكوش احذيه رياضيه اللي يعني ديال الهوند خاصه بالهوند. اش نقول لك، عينا ما نشرحوا عينا ما نقولوا، راه ما يمكنش نطلعوا لو نيفو ديال الهوند وحنا انت ما عندكش ماتريال، ما عندكش كويرات، ما عندكش ليه. ابسط الحوايج اليوم اللي حضرتي معايا ان مديرين واحد الشيما تاكتيك ديال لا مونتي دبار رابيد وما عندناش دي جيلي، عندنا جابوا لنا واحد الجيليات باش كلوب الله حرام، جابوا لنا واحد الجيليات في بدايه العام يمكن راه ولاو بلا وحش من الناس ما بقاوش ما شيفونا. اذا بالخلاصه ان الناس ما مقوميش الفريق، الفريق الا ما كانش مقوم من الماتريال من المسائل اللي تقدر تطور بها مستوى اللاعبين راه ما يمكن لكش، راه الله غالب. ولكن ومع ذلك ربي ودعاوي الوالدين خلانا اننا نقدروا نخرجوا من هذا السماك، قدرنا اننا نوجدوا فرقه وقدرنا اننا نوصلوا لهذا المستوى اللي وصلنا له باقل الامكانيات. تاهلنا للبلاي اوف هاد الوليدات يمكن كانوا فرحانين، كانوا تيتسناو واحد الشكر، كانوا تيتسناو شكر من المكتب المسير، يعني ابسط الحوايج غيتواصلوا معاهم ويقول لهم شكرا على المجهودات رغم الظروف اللي حنا اللي هما السبب فيها. يمكن انا تنقولها امام القنيطريين ان الدراري تكرفصوا العام كامل،
الناس تيديبلاصاو، عندنا ناس وليدات تيلعبوا في سيدي ولاد سيدي حيا، عندنا ناس اللي في السيد الطيبي، ملي تبغي تجمع هاد الوليدات ما تقدرش لان اللعاب ملي ما تخلصوش ماديا، لانهم يمكن انت هضرتي معاهم ما يمكنش ان هاد اللعابه غيمشيو ان ديبلاسمون تيمثلوا مدينه القنيطره ولابسين كلهم كل واحد لابس اللبس ديالو العادي، تيبانوا بحال ما غاديش يلعبوا اون كومبيتيسيون، غادي الحمام يمكن انا نقولها وكذا، غادي مجموعين. يعني هادشي اللي ضرنا حنايا، وقلنا لهم فوالا اجيو قسوا مع هاد الوليدات وشرحوا لهم ان دوك الفلوس المستحقات ديالهم اللي تيسالوهم واش غتعطيهم لهم كاملين، واش غديروا معاهم شي عمليه تعطيهم شي حاجه وشي حاجه تيرجعوا، اجيو شرحوا لهم كيفاش غيديروا يديروا هذاك لو ديبلاسمون، شنو يمكن نعطيهم واحد التحفيز معنوي، قولوا لهم واش الا مشيتوا تحققتوا الصعود ولا خديتوا لا كوب ديال دوزيام ديفيزيون راه حكار غنخصوا لكم واحد المنحه قدروها ولا قدروها كذا. التواصل ما بين اللعاب، اللعاب راه تتوفر ليه القاعه باش يتريني وتتوفر ليه، راه مشكور يعني كمسير تشكرك، ولكن راه التواصل راه شي حاجه مهمه. اليوم كانوا نسمعكم مواعدي اللاعبين ان مور الحصه ديال التدريب غيجلسوا معاهم وغيشرحوا لهم هاد النقاط، لانهم غيقولوا لهم مثلا كيفاش غيكون لو ديبلاسمون، كيفاش هذا، واش الفلوس. تنتفاجئوا بانهم عيط لهم اللاعب اللي مكلف بالفريق، تيقول تيلقاو الرد انه راه ما حقهم، راه عندهم مشاغلهم وما يقدروش. ويمكن نهار الجمعه لان ما عندناش لو ديلي ديال 15 يوم ولا 20 يوم باش ترتب امورك على خاطرك، يعني هي بضع ايام. يمكن اليوم راه حنا الثلاث، الجمعه راه غيكون لو ديبار، وبلا ما نهضر على ان نهار الجمعه راه غنديروا لو ديبار مع 8 الصباح باش نوصلوا للجديده مع واش 12 ولا الوحده ولا على حسب، لان انت عارف ميني بيوس وعارف اللاعبين تيبغيو يوقفوا في نقاط الراحه كذا، يعني خص واحد الوقت تطلب وقت هاد السفيره، وغتوصل مع الوحده وعندك ام ماتش مع الربعه. هاد الناس بصح كو كانوا باغين الفرقه تكون فرقه، راه خصهم الخميس خصو يكون لو ديبا ويباتوا تما ليله باش ينوض هذاك اللعاب اون فورم، لان عندنا ماتش الجمعه وماتش السبت وماتش الحد، وفيزيكمون راه انت عارف راه ما يمكنش واحد غديه في تراجي وعاد 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 وعاد، يعني الله يصايب وصافي. انا يمكن نشكر كما تنقول لك لجميع الناس اللي تيساندونا من بدايه الموسم، الجماهير القنيطريه تنشكر بزاف حلاله بويز، لانهم هذوك الناس بصح تعطوك واحد الدفعه الا كانوا معاك، شكرا بزاف. رسالتي يمكن المسؤولين ديال القنيطره الله يرحم بها الوالدين، حاولوا تشوفوا هذه الفرقه ديال المدينه، راه فريق تاريخي، فريق عنده ألقاب، حاولوا تعطيه وقت، حاولوا تشوفوا شنو تيوقع في الدواليب ديال التسيير ديالو، فهمتي؟ يعني انا هادو هما لي ميساج. اما بالنسبه للعابه انا تنقول لهم ديما، تنقول لهم هذه راه فرقه ديالكم، فرقه ما ديال حتى واحد، فرقه ديال جميع القنيطريين، برافو عليهم هاد الوليدات بجميع هادشي المعاناه اللي عاينين، صابرين تيتقاتلوا، ما عندي ما نقول لهم غير الله يعطيكم الصحه والله يسهل علينا في هاد في هاد البراج، وما كرهتش من قلبي انهم يكونوا يزيدوا يتقاتلوا ويجيبوا هذاك اللقب لمدينه القنيطره، باش هذيك الساعه يا يمكن هذيك الساعه تقدر تصلح الامور السنه المقبله. عاش الله يحفظكم، شكرا.